سالم محمد يوسف مرح من سكان مدينة نالوت، واحد المهتمين بالمباني الأثرية والتاريخية. وحنا توا أصلا قاعدين في حوش الحفر لعائلة مرح. بالنسبة للدواميس أو أرجان اللي بالمصطلح نقولوا إحنا الأمازيغ اللي موجود في نالوت، هادو عندهم عدة نماذج. إذا كان إحنا نتكلموا اللي نقولوا إحنا في مثلا بعد مرحلة القصر، هادوك تلقاهم شوية نقولوا إحنا في ما فيهمش البرنامج نتاع المنور، ما فيهمش مثلا مطابخ نقولوا إحنا الداخل، هادوك تلقاهم كلها مطبخ البرة. رابع مرحلة ولا ثالث مرحلة اللي هي نقولوا إحنا فيها منور اللي فوق منه إحنا هذا اللي طلع في الدخان واحد وش نسمه، وفيه نقولوا إحنا بالنسبة للغار هذا فيه زوز مطابخ، عدة طبخ مثلا موجودة. إحنا تولي لرأس السنة هذا اللي فات نقولوا إحنا العام الهجري طيبنا في القدرة هذه متاع الطين اللي توا موجودة، يعني هذه مانيش عارف ممكن فوق 100 ولا 100 سنة هذه من حياة حناي يعني هذه ولا جدي. وزي هادو المهاريس هادو اللي يديروا فيهم زمان هادو متاع الشعير واحد واللوسة هادو كلهم حتى هم يتسموا قدم، هذه إرشادة وطبعا دايرين هذه مهراس هادو كلهم حتى هم يتسموا قدم. بالنسبة للفكرة هذه متاع الترميم طبعا ما جتش نقولوا احنا في يوم وليلة، احنا بدينا في الفكرة هذه متاع نقولوا احنا أولا في تجميع مقتنيات طبعا جمعوا فيهم. طبعا التجميع هذا فيه ناس طبعا عاونونا ما ننكروش فضلهم، ممكن درنا محاولات حتى هم لترميم بعض القطع نقولوا احنا باش لانها في حاجات اندترت ما عادش تلقاها. بالنسبه للرساله احنا اكثر حاجه هو الدعم في جانب نقولوا احنا الترميم، لان الترميم هذا يتكلف. باش انت توا حاليا شخص مهتم هيك باش يكمل المشروع هذا في اشهر ما يقدش، لان الترميم زي ما تعرفوا احنا رممنا بالطريقة التقليدية، ما نبوش ندخلوا حاجات خامات تانية ولا شيمنت أبيض ولا شيمنت الأسود هذا اللي موجود في السوق. احنا خدمنا بالجبس وخدمنا بالتراب الأول هذا كزمزة، فخليناه 80-90% يعني قاعد على طبيعته، ما نقولوش تغير هلبة يعني حاولنا بقدر المستطاع ان نحافظوا على الطابع الأول هذاك، ما غيرناش فيه، حاولنا بقدر المستطاع.